وما جبناه للدار، مات الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع عليه، دخل لي جوج وليدات باقين عا صغار. واش نقول لك؟ يتامى، اليتامى، اليتامى، خبزه هي الاخرى ما تلقاش اللي يدخلها عليا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى، حلقة أخرى من يوميات مجلبة مع الفقراء. واحد الأم توفى لها مسكينة الزوج ديالها حوالي شهر، عندها وليدات، تسدوا عليها البيبان، هذا هو اللي قدرت توصل ليه طاقم طبي تحلي معاه اللي مشرفين على المحتاجين. تبعوا معايا. مشاهدينا الكرام، هي قدام المنزل ديالها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرزقك الصبر. امين اوليدي امين. شي ناس صيفطونا عندك توفى لك الزوج، شحال دابا باش مات لك؟ سيدي راه دابا شي شهر هذا باش مات. كان مريض مسكين. كان مريض مسكين، كان مريض. كان فيه الضيقة. ودينا السبيطارات وعالجناه وشحال من خطرة شحال من خطرة وما لقينا عليه حتى شي حاجة. وما جبناه للدار. مات الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحمه ويوسع عليه، دخل لي جوج وليدات باقين عا صغار. واش نقول لك؟ يتامى، اليتامى، خبزه هي الاخرى ما تلقاش اللي يدخلها عليا، خبزه هي الاخرى. الله يجازيكم بخير، الله يرحم والدين، الله يخليكم صحيحتكم. واحد السيد مول الجلابه جاي لعندك بغى يساعدك في هاد الوليدات، الله يرزق الصبر والله يحفظهم لك يا ربي. يدخل عليك الفرحه والسرور في هذا شعبان ورمضان الا بغى الله. الله يخلي لي صحيحته سيدي، الله يرحم والدين، الله يرحم والدين، الله يخليك صحيحتك، تعطيهم لي ان شاء الله تكون في الجنه، ان شاء الله تكون في الجنه. الله يرحم المرحوم. الله يسترك يا رب. امين امين يا رب. يفرج عليك يا رب. مشاهدينا الكرام، الام مسكينه عندها جوج ديال الوليدات، في لحظه من اللحظات الزوج بغى الله. دورنا وايصال مثل هذه الرسائل بطبيعه الحال للشق الانساني اللي نشتغلوا عليه بشكل كبير. هذه ام ما عندها خدمه، ما عندها والو. الناس المكلفين اللي مع مول الجلابه اللي كيشرفوا على التنقيب على مثل هذه الحالات. مشاهدينا الكرام، حلقه اخرى ان شاء الله، تبعوا معايا.